السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في يوميات الشيف حليمة. اليوم غادي يكون واحد الفيديو مميز، اول عمل مشترك مع صديقتي مريم بركات، قناة كليك كوك الغنية عن التعريف. صراحة انا جد فرحانة بزاف ومسرورة بهذا العمل المشترك مع صديقتي مريم بركات. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم. بالنسبة للصديقة ديالي، غادي تقدم لكم واحد الدجاج معمر ومحمر في الفرن بالعظم، مرافق مع الخضر والصوص، وغادي نخلي لكم رابط الوصفة ديالها في صندوق الوصف. بالنسبة للوصفة ديالي، غادي نقدم لكم ليكوكلي بواحد التتبيلة رائعة ومميزة وكتجي لذيذة نفس الوقت، مرافقة مع الشعرية، شعرية السفة مع الفواكه الجافة. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، ونمروا للمقادير والطريقة ديال هاد الوصفة. عندي هنايا بالنسبه لهذا ليكوكلي، عندي جوج ديال ليكوكلي بالنسبه على حسب الافراد ديال الاسره. من طبيعه الحال كيكونوا هذا مغسولين بالحامض وبالملحه وصافي، وكنشلوهم جيدا وكنخليهم دائما كيستقطروا مزيان. دائما هذا الدجاج كيكون كيبغي مثلا هذا كيكون لينا ناشف بزاف. وغادي بالنسبه للتتبيله، عندي ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، قليل من الزعفران الحر، وكنحتاجو بودره ديال الحار او الصلصه الحاره، او تعملوا الهريسه الا متوفره عندكم. عندي ملعقه صغيره من المطرد، وكنحتاج ملعقة صغيرة من السمن، وملعقة كبيرة من الزبدة، وثلاث فصوص من الثوم، وكنحتاج واحد زنجبيل طري، واحد طريفات يكونوا بحال ما هكذا صغار، وملعقة كبيرة من الصلصة ديال الصوجة. صافي، وكناخد واحد الاناء وغادي نضيف الزبده هي الاولى، وغادي نضيف معاها السمن، وغادي نضيف التوابل هاد العناصر كامله. غنضيف المطرد كما كيبان لكم، نضيف هذا الكركم، الفلفل الاسود، وغادي نضيف الزعفران الحر والحار. صراحه هاد التتبيله كتجي رائعه بزاف ولذيذه. وغادي نضيف صلصه الصوجا او الصويا. من بعد غادي نبشر هاد الثوم والزنجبيل، صافي، وغادي ندمج هاد المكونات او العناصر، كندمجوهم جيدا. من بعد غادي ندمج هاد المكونات جيدا، وغادي نضيف عليهم تقريبا واحد نصف كوب من الماء. صافي، وغادي نتبل هذا الدجاج، غادي نتبلو مزيان من جهة الجلد والعظم، ومن الوسط جيدا، ومن الفوق، وغادي نخليه ليلة كاملة في الثلاجة. الصراحة ملي كنخليوه ليلة كاملة كيجينا هاد الدجاج متبل ولذيذ، وغادي نضيفه في واحد الصينية للفرن. صافي، وغادي نجمع ليه هاد الرجيلات ديالو، وغادي نغطيه بالورق الغذائي، وغادي ندخلو لهذا الفرن. غادي نخليه تقريبا 40 دقيقة حتى 45 دقيقة، 180 درجة الحرارة. من بعد ما غتبقى 15 دقيقة غادي نخرجو، غادي نعمل ليه واحد ثقب، وغادي نبقى نسقيه بهاد الصلصة هادي. صافي، وغادي نرجعو للفران حتى غياخد ليا واحد اللون ذهبي. من بعد غادي نرافق هاد لي كوكلي بالشعريه، الشعريه ديال هاد الشعريه السفه. انا ما بغيت صراحه باش ما يجينيش الفيديو طويل، سبقت وقدمتها معاكم. غادي نخلي لكم طريقه التحضير ديالها في صندوق الوصف. كنحتاج انا هنايا ضفت واحد 250 غرام من الشعريه السفه، وهنايا غادي نضيف 50 غرام من العنب المجفف، و50 غرام من المشمش، وضفت عليهم الماء غليان، ومعلقه من ماء الزهر. من بعد غادي نقطع هذاك المشمش قطع صغيره، وغادي نضيفه في واحد المقلاه هو والعنب المجفف. غنضيف معلقه كبيره من الزبده، وواحد العويه ديال القرفه، ومعلقه ديال السكر كبيره، واحد القبصه من الملح، وغادي نضيف الزعفران الحر. صافي، وغادي نخلي هاد المكونات حتى كيتشحروا كيتعسل ليا على هالطريقه.
من بعد غادي نرجع للسفه او الشعريه ديال السفه، وغادي نضيف عليها واحد نصف كوب من الحليب المركز المحلي، كيبقى لكم نتوما على حسب الذوق ديالكم. كتقدروا مثلا تعملوا هذا سكر بودره، ولكن صراحه بهذا الحليب تتجينا لذيذه بزاف وكتجينا معلكه. صافي، وغادي ندمج هاد العناصر او المكونات جيدا. واحد الاضافه الى هذاك، تقدروا تضيفوا حتى نصف الكميه ديال هاد الحليب المركز وواحد المعلقه كبيره من الحليب المركز ديال الكراميل، صراحه كيعطيها واحد اللذه رائعه ولذيذه بزاف كتجي. صافي، غادي نضيف عليها هاد المشمش وهاد سميتو وهاد الزبيب عفوا. صافي، غادي ندمج هاد العناصر مزيان جيدا. صافي، وغادي نخليها، صافي كنحطها كنخليها بحال ما كدا، بحال اللي حتى كيتشرب ليا هاد الخليط كامل. صافي، غادي نمر دابا للطبق ديال التزيين. غادي نضيف كما كتشوفوا الطبق، غادي نضيف عليه هاد لي كوكلي كما كيبان لكم، كياخذوا ليا واحد اللون ذهبي. وبالنسبه لهاد الشعريه ديال السفه، ضفت فيها هاد الزليفات وكنحاول كنضغط عليها بهاد الملعقه باش كتاخذ ليا هاد لا فورم ديال هاد الزليفه هادي. صافي، وغادي نضيفها في الطبق، كيبقى التزيين نتوما على حسب الرغبة ديالكم. وبالنسبه لهاد الكرات، ضفتهم من فوق هذا الشعريه ديال السفه، هذا التوت البري الاحمر ضفته في واحد الكاسرونه، وضفت عليه واحد الكوب على حسب الكميه اللي غادي تعملوا. ضفت عليه كوب ديال الماء، وضفت عليه عود القرفه، والسكر كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، وضفت عليه معلقه ديال الزبده. صافي، ومعلقه ديال ماء الزهر. صافي، وكنخليه حتى كيطيب تماما وكيتعسل. وعملته كما كتشوفوا بحال ما هكذا كويرات، ودوزته على هدف اللوز مهرمش ومقلي. صافي، وضفته بحال ما هكا من الفوق، صراحه كيجي رائع ولذيذ بزاف، وكيبقى نتوما التزيين على حسب الرغبه ديالكم. Thank you.
هذا هو الشكل النهائي ديال هذا لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. صراحه هاد لي كوكلي كيجيو بها التتبيله رائعه ومميزه، وكتقدروا تضيفوا حتى هاد الصلصه هذه او التتبيله حتى في الدجاج، كتجينا لذيذه بزاف. وكنتمنى الى عجبكم تخليوا لي دائما اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وفعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم جديد الوصفات. ودائما السيدات كيقولوا لي بلا ما بقاوش كيتواصلوا بهذا بالوصفات ديالي او بالجديد ديالي، كنت ما عليكم الا تدخلوا القناه وتفعلوا مره ثانيه الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم دائما جديد الوصفات ديالي. وكنتمنى التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم والاراء ديالكم. وهذا هو زور القناة ديال الصديقة ديالي قناة كليك كوك، وهذا وبسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي كما كيبان لكم. الصراحه هاد لي كوكلي كيجيو بها التتبيله رائعين ولذاد. وكنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وكنتمنى الا عجبكم من طبيعه الحال خليوا لي اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم، وفعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم جديد الوصفات. دائما السيدات تيقولوا لي بالله راه ما كيبقاوش كيلحقونا الوصفات ديالك، ما عليكم الا تدخلوا القناه ديالي وتفعلوا الجرس عاوتاني مره اخرى باش يلحقكم جديد الوصفات ديالي. وخليوا لي التعاليق ديالكم، وخليوا لي دائما الاراء ديالكم والتشجيعات ديالكم. ما تنساوش تزوروا القناه ديال الصديقه ديالي قناه مريم بركات كليك كوك. وكنتمنى هذا لا فيديو يعجبكم، وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.